هذا هو الطريق المؤدي إلى ميناء العريش المصري. هنا رست هذه السفينة الضخمة التي تضم المستشفى الإماراتي العائم ضمن عملية الفارس الشهم 3. أما سيارات الإسعاف هذه فتقل أول دفعة من المصابين من غزة. هنا يستقبل المصابون والمرضى ويوزعون حسب حالاتهم. تم بحمد الله تدشين المستشفى الإماراتي العام في ميناء العريش، والذي بدأ باستقبال الشقاء الفلسطينيين وتقديم العلاج الطبي التخصصي للمصابين، ونحن جاهزون لاستقبال المزيد من الحالات في الأيام القادمة إن شاء الله. نحن هنا في المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش. محمد تعرض لإصابة في الكتف، طلق ناري في الكتف في غزة، نقل إلى المستشفى الإماراتي العائم في العريش، والآن يتم نقله إلى غرفة العمليات حيث ستجرى له عملية جراحية على كتفه. الحمد لله استقبلنا بكل صدر رحب وكويسين، الحمد لله عملونا معاملة حسنة وكل معاملة كويسة إن شاء الله. في هذه الغرفة يجري الأطباء عملية جراحية لمحمد، ومن المتوقع أن تدوم لنحو ساعتين لأنها عملية معقدة إلى حد ما. كنت في محيط مستشفى ناصر خان يونس، وأنا ماشي طخوا علي اليهود، هم طخوا جفية ثلاثة طلاق، كان معي برضو شباب تصابوا واستشهدوا، والحمد لله جت عقدك ثلاثة. يرقد محمد الآن في غرفة العناية المركزة على أن يتم نقله لاحقا إلى القسم الداخلي. يقول الأطباء إن محمد قد يحتاج أيضا إلى إجراء عمليات جراحية أخرى في الأيام اللاحقة، لأنه تعرض لإصابة في عدة مناطق من جسمه. إبراهيم حسناوي، سكاي نيوز عربية، العريش.